وبعدها نعود. لم تتأخر صنعاء وتعز ومأرب عن الخروج لنصرة القدس وفلسطين، فهي كما باقي الشعوب الحية تغضب لغضب فلسطين وتحزن لحزنها. فقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده إلى القدس كاعتراف رسمي على أن هذه المدينة صارت عاصمة للكيان الصهيوني لم يمر دون أن يشعل غضب الملايين حول العالم. اليمن هي الأخرى، ورغم جراحها وأوجاعها خرجت في مسيرات غاضبة جابت شوارع صنعاء وتعز ومأرب والجوف ومدن أخرى تدعو لنصرة القدس وفلسطين وتهتف ضد أمريكا والكيان الصهيوني. اللافت أيضا أن هذه المسيرات نظمها وشارك فيها كافة الأطياف اليمنية بمختلف انتماءاتهم وخلافاتهم السياسية، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي قبلة الشعوب العربية والإسلامية. في تعز التي تعاني من حصار الحوثيين لها لأكثر من عامين، بالإضافة إلى أوضاع إنسانية سيئة جراء استمرار الحرب، خرج المواطنون في جموعة أطلقوا عليها جموعة الغضب من أجل القدس، استنكاراً للممارسات الأمريكية في دعمها للاحتلال الإسرائيلي وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي في شوارع مدن الضفة وغيرها خاصة هذه الأيام. لكن هل هي موجة غضب عابرة تعودت عليها الشعوب العربية كردة فعل سرعان ما تنجلي؟ أم أن التظاهرات هذه المرة ستكون ضاغطة بشكل حقيقي على حكوماتها لتتخذ ما من شأنها حماية القدس وفلسطين ومنعا للانزلاق إلى ما بات يعرف بصفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وزير الخارجية اليمني من جانبه وفي لقاء مع السفير الأمريكي في اليمن عبر عن موقف بلاده الرافض للقرار الأمريكي المتعلق بنقل سفارة الأخير إلى القدس، والذي اعتبرها تعرقل حل القضية الفلسطينية. توقع الكثيرون بأن الحروب والنزاعات التي اجتاحت العالم العربي أنسته قضيته الرئيسية، لكن في المحصلة أثبتت الشعوب أنها تمرض ولا تموت حية بفضل كرامتها. إلا يوم رأتكم ضعفاء. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة. بداية دعوني أرحب